عبدو برشب وزير جاي مباشرة من إحدى وزارة الجرانيت. يحييكم ويرحب بواضع. إيه بضعة جديرة. إيه حي. خدواتي بضعة. هاليك البضاعة. مش عندي ولا خدي شعار. شعار قدامني من الجماعة شعار شعندي ولا شعار 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 لا 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 زيتشو ملا زيتشو ملا شعندي ولا شعندي ولا شعندي ولا شعندي يا سميلي وزيني لا دروك كاين في الجزائر غير أنا اللي وزير الجلالي وزير كاين النشاط تاعو كشغل محصور على الألبسة الفكرة هذه تاع وزارة الجلالي كانت حلم ضائع نتمنيها كانوا للروح نشري السلعة بريمي أمام الله سوف ستاحة ونجيبها ونبيع موان شهر أقول لعمي أقل بيضاء أقل بيضاء كيفاش علاش يعني الجلالي هما يعني الطبقة المهمشة في الجزائر ما لقاوش كل يديفوندي عليهم ولا يهضر عليهم ولا يعاونهم ولا يبوسيهم كاع الوزارات عندهم الدراهم وعندهم الدعم إلا وزارة الجلالي مكاش وزارة الجلالي المشي مكاش وزارة الجلالي اللي ما عندهمش وزارة وهذا الوزارة سماها الشعب سماها وزارة الجلالي من الجلالي وإلى الجلالي